يا جماعة دخلت بعلاقات وفرطت هاي العلاقات واشتريت خواتم لكتير بنات للحد اللي انه صرت انا لورد اوف ذا رينجز، عندي خواتم من كل حد طلعت معهم، تخيلوا. مرحبا انا فادي يونس. مرحبا انا فادي يونس. مرحبا انا فادي يونس. مرحبا انا فادي يونس. مرحبا انا فادي يونس، وانت هلا عم تتابعني على بودكاست اطلع من راسي على قناة فادي توكس. حبيت اني اعرفكم عن نفسي في البداية، وراح احكي لكم انه هذا البودكاست ان شاء الله راح احاول اخليه يكون اسبوعي، كل يوم خميس حيكون في حلقة. فكرة هذا البرنامج الحواري اللي حيستضيف فيه كتير ناس وتجارب وخبرات، حيتحدث تحديدا عن العلاقات، الزواج، الارتباط، العزوف عن الزواج، كثر الطلاق اللي هلأ صار منتشر بكل المجتمعات العربية للحد اللي صار الآن تكتب بالسيرة الذاتية انك انت مطلق ومفتخر، شباب وبنات، ايش السبب بكل هاي المشاكل والخلافات الزوجية اللي عم تطلع على السطح، سواء كانت في دولنا العربية أو حتى في دول المهجر بين المجتمعات العربية. حيسألني ناس كتير إنه بحكم شو أنت بدك تحكي بهاي المواضيع، هل أنت خبير علاقات اجتماعية وعلاقات أسرية؟ الجواب لا، ولكن بحكم خبرتي على مدار العقود نقدر نحكي أكثر من عقدين، وأنا عم بحاول أني أرتبط وتستاتل داون ويصير عندي عائلة وأكون أسرة، إلى أنها كل محاولاتي باءت بالفشل. نعم، يعني تقدر تحكي أنه قد ما حاولت أدخل بعلاقات من زواج وطلاق، خطبة، صحبة، كل أنواع العلاقات، وبالآخر ولا واحدة زبطت معي. يا جماعة دخلت بعلاقات وفرطت هاي العلاقات واشتريت خواتم لكتير بنات للحد اللي انه صرت انا لورد اوف ذا رينجز، عندي خواتم من كل حد طلعت معهم، تخيلوا. هذا بورجيك قديش انه انا كنت جدي بالعلاقات، ولكن للأسف الخاتم ما كان كفيل انه يخلي هاي العلاقة تستمر. النظرة العامة راح تكون دائما انه المشكلة فيك يا فادي، قد يكون ولكن في مشكلة، عشان هيك انا حبيت اني اطلع احكي عنها ببودكاست. وهي المشكلة مش بس مشكلتي انا، هي مشكلة مشتركة عند معظم الشباب والبنات. بس في شغلة واحدة لاحظتها بكل هاي العلاقات اللي انا دخلت فيها وفشلت، انه كان في دائما في اغلب الاحيان ضجة معينة، هاي الضجة دائما كانت موجودة في العقل الباطن تبعي. ما كنت أعرف شو هاي الضجة، ولكن اكتشفت أنه هاي الضجة هي من المجتمع، من البيئة اللي أنا موجود فيها. في عنا أمثلة عربية كتير، هاي الأمثلة العربية بتعبر عن ثقافة، بتعبر عن الواقع اللي إحنا بنعيشه. واحد من هاي الأمور اللي بيحكي لك من الحب ما قتل، قد يكون الحب اللي هم تحدثوا عنه بهذا المثل كيف لما قيس وليلى ماتوا عشان بعض، أو روميو وجولييت. ولكن في بعض الأحيان حب الأسرة لإلك، حبهم أنه أنت تحصل على الأفضل، قد يكون هو السبب الأساسي في مقتل الشخص بكل علاقاته اللي هو بمر فيها. هذه الأصوات اللي هي ظلت دائما براسي، سواء كانت بأمور شخصية خارجة عن العلاقات الاجتماعية والزواج والارتباط، وبرضه بالعلاقات اللي هي لها دخل بالزواج والارتباط، هذه الأصوات، هاي الضوضاء اللي ظلت موجودة براسي، بقدر أحملها تقريبا أكثر من 50% إنه سبب فشل معظم العلاقات تبعتي. مثل تاني بحكي لك عنه بالعربي، كتر الزن على الدينين أقوى من السحر. وأنا بقدر أحكي إنه أنا انسحرت بمعظم العلاقات تبعتي لسنوات. قد يكون هذا السحر بسبب محبة، بسبب خوف على الشخص، بسبب انك انت مهتم لأمر هذا الشخص، ولكن في بعض الأحيان والناس اللي حواليك اللي بحبوك كتير يكونوا هم السبب الأساسي والعقبة الأولى لإلك في علاقتك الزوجية. لذلك قررت اني اطلع بهذا البودكاست عشان بدي أطلع كل هاي الأصوات اللي موجودة في العقل الباطن تبعي، هاي الضجة كلياتها بدي أطلع منها وبدي أخليها تروح وتلتغي. عشان هيك قررت أنه بدي أحكي عنها وبدي إياهم كلهم يطلعوا من رأسي. هاي الحلقة هيك تعريفية سريعة ومقدمة، قد تكون طريفة نوعا ما، ولكن رح أبلش أسرد لكم كتير قصص وتجارب مريت فيها، ورح أحتفظ طبعا بخصوصية أي بنت أنه أنا التقيتها بخلال هاي الفترات، ولكن بكل تجربة كان في إلي درس اتعلمته من هاي العلاقات.
وعلى أمل أنه كمان الضيوف والمداخلات اللي راح تيجي منكم أنتوا المتابعين كمان تعطيني مواضيع لازم نحكي فيها، مثل غلاء المهور، العلاقات اللي صارت كتير اصطناعية وصورية بس عشان نستعرض الحياة تبعتنا قدام المجتمع، وإحنا التنين ما في بناتنا أصلا اندماج كشركاء، وكتير من المشاكل اللي موجودة عندنا في المجتمعات العربية فيما يتعلق بالزواج والارتباط، تدخل الأهل، الحموات من الطرفين، الشاب العريس والعروس، وكتير من هاي الأمور. الناس اللي كتير مهتمة وحابة إنها تكون جزء من الحلقات والبودكاست فيكم تتواصلوا معي على الإيميل تبع القناة fadi.server@gmail.com، وفيكم تتابعوني على قناة اليوتيوب اللي هي youtube.com/fadi talks، وانتظروني في الحلقات القادمة، وبستنى أني أسمع منكم، وبستنى كمان أن يكون في معنا ضيوف يشاركونا خبراتهم وتجاربهم، سواء كانوا ضيوف بيشاركوا تجاربهم الشخصية أو ضيوف أصحاب خبرة واختصاص في هذه المواضيع اللي الهدف منها أن نسلط الضوء على مشكلة موجودة عندنا في موضوع العلاقات الاجتماعية والزواج والارتباط في المجتمعات العربية، وتقديم حلول على أساس أنه نتجاوز النسبة الكتير كبيرة اللي عم بتصير دائما من الطلاق والعزوف عن الزواج بين شباب وبنات المجتمعات العربية. أنا فادي يونس، وبشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من بودكاست اطلع من رأسي.